اليوم نسجل اعتصاما امام اكاديميه جهاز سوس ماسا، اعتصاما تنديدي لاي قرار من طرف الاداره، قرار اللي هو ليس في صالح الاستاذ الموقوف، بالتالي لان هؤلاء ما هم الا مارسوا حقهم في الاضراب، اللي هو هذا الاضراب مرتبطه بحراك تعليمي الذي دام 3 أشهر ضد النظام الاساسي الذي كان فيه مجموعه من البنود هي ليست في صالح ضرب للحقوق وللمدرسه العموميه، وبالتالي فهؤلاء الموقوفين والموقوفات ما مارسوا حقهم في الاضراب وكان تعبيرا لهذا الرفض لا يمكن معاقبتهم او اعتبارهم كضحايا. اذا اليوم هذا الاعتصام الذي مارسته كل الشغلة التعليمية بكافه اطيافها وتياراتها هي ما هي الى يوم تنديدي لاي قرار اللي يعتبر قرار ليس في صالح الاستاذ والاستاذه الموقوفه والموقوف، نرفضه رفضا باتا، فلا يمكن للاستاذ والاستاذ الا الرجوع الى اقسامهم اللي هو المكان الطبيعي للاستاذ والاستاذه الموقوفه والموقوف. اذا نسجل بشكل واضح وجلي اي قرار اقدمت عليه الاداره قرار فيه حيف وممارسه للشطط في السلطه نرفض رفضا باتا مستقبلا، ولا يمكن الا ان نصده باحتجاجات خصوصا ان الموسم الدراسي اقترب ولا يمكن ان نضيع حقوق التلاميذ، لذلك في المقابل لا يمكن ان تضيع حقوق الاساتذه والاستاذ الذي مارس حقهم الطبيعي اللي هو حق الاضراب اللي منصوص عليه في الدستور. اذا نتمنى من هاد المجالس اللي هي تعتبر مجالس انتقاميه لقد اثرت نفسيا على الاساتذه الموقوفين والموقوفات ماديا ونفسيا، لم تراعي ظروفهم خصوصا ان ضرب الرزق هو ضرب لمسار اللي هو العائله ارتباط بالعائله غير ذلك، فلا يمكن معاقبه هؤلاء لانهم مارسوا حقهم الطبيعي اللي هو حق منصوص عليه في الدستور وحتى في القانون الدولي. اذا نحن هنا اليوم نرفع اشاره واحده دعوه للوحده من طرف جميع الشغيله التعليميه أن نقف جنبا وكتلة واحدة أمام مع هؤلاء الموقفات إلا أن يرجعوا إلى أقسامهم اللي هو القسم والمدرسة العمومية، وتحية لجميع المناضلين والمناضلات. نحن هنا تلبية لنداء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم من أجل دعم ومساندة إخواننا الموقوفات والموقوفين المعروضين اليوم على المجالس الإدبية. موقفنا كنقابة كان من البداية وهو سحب هذه التوقيفات، واعتبرناها لا قانونية ولا شرعية ومخالفة للقانون وللدستور، فالدستور يشرع ويرخص للإضراب، ولكن للأسف الشديد القرارات التي اتخذت من طرف الوزارة ومديرياتها فهي يعني تجرم الحق في الإضراب. لهذا نعتبر أن الذي يعرض اليوم على المجالس التأديبية ليس هم الأساتذة، بل الحق في الإضراب هو الذي يعرض على المجالس التأديبية، وهذا تناقض وصرخ وخرق سافر للقانون وللدستور المغربي وللمواثيق الدولية التي تعتبر أن المشاركة في الإضراب حق مشروع. وهنا نتساءل بأي معيار قامت الوزارة ومديريتها بتوقيف هؤلاء الموقوفات الموقفين ما دام أن الجميع أنه شارك في الإضرابات وكانت المشاركة تصل إلى 100%، فبالتالي على أي معيار وعلى أي أساس تم توقفه وفئة منهم؟ هنا يبين أن الوزارة ومديريتها لا أساس قانوني وشرعي لهذه التوقيفات، خاصة أنه بنته واستندت على المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي ممكن أن ترجع للإدارة في حالة ارتكاب هفوة مهنية، والحال أن الأساتذة لم يرتكبوا أي هفوة مهنية بل شاركوا في إضرابات مؤطرة نقابيا، وبالتالي إذا كانت الدولة والوزارة والمديريات تريد أن توقف الأساتذة فعليها أن تلغي الإضراب وأن تجرم المشاركة فيه. موقفنا نحن كنقابة النقابة الوطنية للسيديتي سواء وطنيا جهويا وإقليميا هو رفض هذه التوقيفات وسحبها وعودة الأساتذة إلى
إلى أقسامهم مع سحب كل الإجراءات التابعة لها. سنستمر في الدفاع عنهم في جميع المواقع، سواء مع الحكومة، سواء في لقاءاتنا مع الوزارة، سواء في كذلك عندنا لقاءاتنا مع المديرين الإقليميين أو الجهويين، وحتى في المعتصمات والأشكال النضالية. فمناضل النقابة الوطنية للتعليم لا سي دي تي شاركوا في جميع المحطات والاعتصامات التي خاضوها خلال هذه المدة التوقيف. أكثر من هذا، أن الإخوان أعضاء لجان ثنائية المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد اتخذوا قرارا على أساس عدم الموافقة على أي عقوبة يمكن أن تمس بالموقوف، وسنستمر في الدفاع عنهم طالما هناك موقوف واحد.